ومن الخرطوم ينضم إلينا محي الدين جبريل مراسل الغد. محي، ما هي الأجواء قبل الجولة الجديدة للمبعوث الإثيوبي؟ الأجواء الآن أحمد يعني فيها ترقب كبير، الأوساط السياسية الآن تنتظر هذه اللقاءات رغم أنها لم يعلن عنها رسميا من قبل المجلس العسكري ولا السفارة الإثيوبية، ولكن مصادر يعني في قوى إعلان الحرية والتغيير كشفت هذه المعلومات. قوى إعلان الحرية والتغيير تنتظر هذه اللقاءات على الأقل لتسمع رأي الوسيط الإثيوبي أو تعليقه على موقف المجلس العسكري الذي ربط قبول المبادرة الإثيوبية بدمجها مع المبادرة الأفريقية، على الرغم من أن الاتحاد الأفريقي قال إن ما قدمته أديس أبابا هو ملخص لرؤية الاتحاد الأفريقي والإيجاد اللي هي هيئة التنمية الحكومية لشرق أفريقيا. أيضا هذه اللقاءات يعني ينتظر بعدها إصدار شهادة في حق جولات الوسيط الإثيوبي بين الأطراف في السودان، ما إذا سيتم التواصل من جديد وفقا لتعديلات واضحة أو وجود واضح للوسيط الأفريقي، على الرغم من وجوده في معظم الجولات السابقة برفقة الوسيط الإثيوبي. أيضا الحرية والتغيير ستصدر موقفا نهائيا بناء على تعليق الوسيط الإثيوبي أو موقف الوسيط الإثيوبي مما قاله المجلس العسكري. جولة دونالد بوث المبعوث الأمريكي في السودان على الرغم من أنها تمت بعيدا عن وسائل الإعلام ولم تتم الدعوة لها من قبل أي طرف من الأطراف، لكنها يعني وضعت نقاطا مهمة على الحروف وتأتي أهميتها في أن الموقف الأمريكي ربما يعتبر الآن هو الأهم من بين المواقف الدولية. المبعوث الأمريكي جدد موقف بلاده الأول منذ تسلم المجلس العسكري السلطة في السودان، مطالبا إياه بضرورة تسليم السلطة للمدنيين، وهذا أيضا ما أكده وزير الخارجية الأمريكي في بيان صدر عن وزير الخارجية الأمريكي خلال جولته في منطقة الخليج العربي خلال 48 ساعة الماضية. إذن الآن اليوم هو يعتبر يوم مفصلي في الملف السوداني على الأقل تحديد مواقف المجتمع الدولي، سواء كان المجتمع الدولي الإقليمي ومن بينه الاتحاد الأفريقي، إضافة إلى أن الموقف الأمريكي أيضا سيدفع في تحديد مواقف قاطعة للأطراف الدولية الأخرى ومن بينها الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أنه أصدر عدة بيانات في المرحلة السابقة يطالب فيها جميع الأطراف بضرورة مواصلة التفاوض مع تأكيده على ضرورة تسليم السلطة للمدنيين في السودان. محي الدين جبريل مراسل الغد من الخرطوم، شكرا لك.